شيطانية كبرى، الضاد المسيح، تتهم، تهاجم، خجولة فكرية منطقية، متشككة متهكمة، صاغرة محنكة وإنسانية. يجب أن تفهم أن ضد المسيح هو شخصية محنكة جداً. وحين لا يؤمن الناس بمعمودية روح القدس، حين لا يؤمنون بالملائكة والشياطين وكل الأجزاء الخارقة للطبيعة في الإنجيل، حين لا يؤمنون بالمعجزات، قد يدعون أنفسهم مسيحيين. أنا أقول إنهم مسيحيون ملحدون. هناك مسيحيون لا أدريون، إنهم يعبدون الله من الأحد إلى الأحد، لكن خلال الأسبوع الله في صندوق وهم يتابعون عيش حياتهم بعقولهم. هؤلاء هم المفكرون وهم روح ضد المسيح. الإنسانية متجذرة في أضداد المسيح، والنسوية متجذرة في الإنسانية. هم أضداد للمسيح. كل الأديان التي تعتنق عقيدة الفكر والمنطق هي ضد المسيح. حين ترون هذه الستة يجب أن تعرفوها. والثاني هو الثعبان، روح مزيف وودود. الثعبان شخصية انطوائية، ليس كإيزابل. الثعبان هادئ، الثعبان ودود، الثعبان يتخفى عن أنظاركم. أنتم تتعاملون مع الثعبان مع شخصية لديه شيطان الثعبان. إنه يضع البذرة فيكم بهدوء شديد وبلطف شديد، وتبدأ تلك البذرة بالعمل فيكم. ذهبت إلى أفريقيا، وقبل أن أذهب إلى هناك تلقحت ضد الملاريا. وحين تلقحت ضد الملاريا أبلغت أنه حتى لو لسعتني بعوضة صغيرة يجب أن أبقى سنة تحت المراقبة، لأنه حين تلسعن تلك البعوضة فالقليل من المرض يدخل أجسادنا ويحتاج إلى سنة ليتطور ويتحول إلى ملاريا. وهكذا الثعبان. الثعبان يترك بيضه في حياتكم بواسطة كلمة أو روح أو سلوك أو ما شابه، وبعد سنة إن بدأتم بالتفكير فيه ستتساءلون ماذا حدث لزواجي؟ ماذا حدث لسريري الزوجية؟ ماذا حدث؟ ويجب أن تفهموا أن كل هذه الشخصيات هي روحية بامتياز، وسبب عدم قدرتنا على الفصل والتمييز بينها هو لأنها روحية. إنها روحية بامتياز. نظن أحياناً أنها كروح الإلحاد وأنها تتجاهل الحقائق. لا 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 لا، إنها روحية، إنها تعرف كلمة الله، والشيطان يستخدم كلمة الله. إنه مزيف، لذا لا تصدق ما يقوله الجميع. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ يدعونني يا رب يا رب يا رب، لكن سأقول لم أعرفكم قط. الثعبان يسبب الثقل والدوار ومشاكل في التنفس ونوبات الذعر وضبابية في التفكير والتركيز على المشاكل والاكتئاب والتفكير في الانتحار. نرى ذلك في سفر الأعمال 16-18. ثم إيزابل، السيطرة، التلاعب، القتل والتهديد والاتهام، هذا روح منفتح. إيزابل شخصية نشطة جداً، إيزابل مبادرة، إيزابل تتقرب من القادة، إيزابل ليس دائماً لكنها تقول سأفعل، أريد أن أخدمك، أريد أن أفعل هذا من أجلك، أريد. إنها شخصية نشطة جداً. أريد أن أكون إلى جانبك وأن أحمل حقيبتك وأن أحمل كتابك المقدس. ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ أعطني منصباً، أعطني شيئاً. ما هي خطتك حيالي؟ ماذا تريد أن تفعل بي؟ ماذا تريد أن تفعل بمواهبي؟ ماذا تريد أن تفعل بإمكاناتي؟ ماذا تريد أن تفعل بمسحتي؟ وبعد المنصب والترقية تتحول إلى إيزابل. وإن قربتموها من الهدف، وهذا ينطبق على الرجال والنساء على السواء، إن قربتموها على الهدف ولم تحصل على ما تريده، سيأتي روح الافتراء والنميمة والاغتياب والانشقاق القاتل. إن لم تحصل على ما تريده، فالروح الشرير الذي فيها سيقطع عليكم الطريق فتعجزون عن التقدم. ستفعل كل ما بوسعها
لإخراجكم من اللعبة إن لم تطيعوا إيزابل.